بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية نشكر اللجنة المنظمة على تقديمها لهذا المهرجان، ورأينا في المهرجان، قبل ما نقول رأينا في المهرجان، أهم نقطة احنا نركز عليها ونشد عليها وندعم فيها الشباب أن لابد أن يواصلون يستمرون، لأن استمرارية المهرجان هي أهم إنجاز للمهرجان، بغض النظر عن موضوع التطوير وموضوع يعني أفكار اللي ممكن تقوي المهرجان، هذه خطوة ثانية، بس الأساس هو المحافظة على إقامة المهرجان. فإحنا نقول لكم واصلوا، نشد على أيديكم، نقول لكم واصلوا في المهرجان. بشكل عام المهرجان يعني هذه السنة في تميز في الفرق أفضل من السنوات اللي طافت. لكم أتمنى تهتمون في موضوع الصوتيات وتدرسون خيارات إلى حتى المكان من أجل أن يتطور المسرح، الإضاءة، أمور يعني فنية، بس بشكل عام الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نشوفكم السنوات القادمة أيضاً.